أحسن الله إليك. يقول السائل: يقول كثير من الناس إن الرادين على أهل البدع إنه سبب للفرقة. أي نعم، فرقة بين الحق والباطل، هذا صحيح. نحن نفرق بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الضلال، وسنرد ورد العلماء، وليس هذا لأجل الفرقة، هذا لأجل جمع الناس على الحق، لأن بقاء الناس على الضلال وعلى الأقوال الباطلة هذا هو اللي يفرق المسلمين. أما بيان الحق لهم ليجتمعوا عليه فهذا دعوة للاجتماع وليس دعوة للفرقة. الدعوة للفرقة أن يقال لا يرد على أهل الباطل، هذه الدعوة للفرقة لو كانوا يعقلون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.